خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم الشان، فيه معان كبيرة ينبغي بالمؤمن أن يتدبر فيها وأن يتفكر. وهذا الحديث قد رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر، فكان أبو إدريس إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه. قال الإمام أحمد: هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام. وقوله عن أبي ذر فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني أن هذا الحديث حديث قدسي قد تكلم الله جل وعلا به، وليس بمثابة القرآن، لأن القرآن متعبد بلفظه، لا يجوز أن يبدل في لفظه ولو بمعناه. وأما الحديث القدسي فإنه غير معجز وليس بمتعبد بلفظه، وإنما هو كلام الله جل وعلا قد نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. وقوله قال: يا عبادي، أضاف العبادة إلى نفسه إضافة تشريف لبيان أن العبادة لله جل وعلا وحده، وأنها لا يجوز صرفها لأحد سواه كائنا من كان. وقوله يا عبادي، نادى العباد بهذا اللفظ من أجل أن تصغو قلوبهم إلى هذا النداء وتلتفت إليه، فإن ربك جل وعلا يناديك، ومن ثم فاسمع قول الله جل وعلا ووصيته لك. وإذا تأمل الإنسان في الوصف بالعبادة وجد أنه من أعلى المقامات التي يوصف المخلوق بها، ولذلك في أعلى المقامات كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بوصف العبودية، كما قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك في عدد من النصوص التي جاءت بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أعلى مقاماته، من مثل الإسراء والإعراج، ومن مثل مقام تنزيل القرآن عليه، ومن مثل قيامه بعبودية الله عز وجل. وقوله هنا يا عبادي فيه إشارة إلى المعنى الذي خلق الناس من أجله، وهو عبودية الله جل وعلا. فإن الله سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثم فإن هذا الحق حق على فإن هذا الحق ينبغي بنا أن نلتفت إليه وأن نوليه عناية خاصة، لأنه هو الحكمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. وقوله إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أن الله جل وعلا قد بين أنه حرم الظلم على نفسه. والمراد بالظلم وضع الأشياء والأحكام في غير مواضعها، وليس المراد بالظلم تصرف الإنسان في ملك غيره، بل المراد بالظلم هو وضع الأشياء في غير محلها. فلو قدر أن الإنسان تصرف في ملكه بغير التصرف المناسب اللائق بذلك المحل لعد تصرفه ظلما ولو كان في مال نفسه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والله جل وعلا قد ذكر هذا المعنى في كتابه في مواطن عديدة، قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وجاءت نصوص تنفي عن الله جل وعلا الظلم، وبذلك نعلم أن الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه، وليس لعجزه عنه، بل هو سبحانه قادر لا يعجزه شيء، ولكنه من رأفته ومن عدله ومن تمام حكمته لا يضع الأمور إلا في مواضعها، ولذلك فهو عادل وليس بظالم. وهذا تفضل من الله جل وعلا على خلقه وعباده، وليس ذلك بواجب لازم عليه ابتداء، وإنما هو سبحانه وتعالى هو الذي منع نفسه من الظلم. وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا قد يمنع نفسه من أشياء ويوجب على نفسه أشياء من كمال عدله ورحمته ورأفته بالعباد، وإن كان العباد ليس لهم أي حق عليه، وإنما هو جل وعلا هو المتفضل المنعم بمثل هذا. وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون بأن تحريم الظلم هنا لأنه سبحانه مالك للكون فهو يتصرف فيهم بما يشاء. فنقول هذا الفهم فهم خاطئ، هو صحيح سبحانه وتعالى يتصرف في الكون بما يشاء وهو المالك لهم، لكنه قد تفضل جل وعلا من كمال عدله بأن لا يظلم أحدا. وكذلك نعلم بأن من قال إن الظلم حرام على الله ابتداء أنه خطأ، لأنه في الحديث قال حرمت الظلم على نفسي، فهو قادر عليه. وبذلك نعلم خطأ قول أولئك الذين يقولون بأن الظلم ممتنع عن الله لذاته، وإنما امتنع الظلم عليه لتحريمه على نفسه من كمال عدله. وكذلك نعلم خطأ أولئك الذين يقولون إن امتناع الظلم عن الله لعجزه عن الظلم، كما يقول بذلك طائفة من الوعيدية، وهذا قول خاطئ، فإن الله على كل شيء قدير، وإنما امتنع الظلم منه سبحانه لكمال عدله، فهو الذي منع نفسه من ذلك.
وقوله هنا وجعلته بينكم محرما، فقوله حرمت الظلم على نفسي يقتضي أنه سبحانه وتعالى لا يعاقب المحسن، ويقتضي أنه جل وعلا لا ينزل العقوبة على من لا يستحقها، ويقتضي أيضا أن العقوبات الدنيوية والمصائب في الدنيا لا تكون من الله جل وعلا على جهة الظلم، وإنما تنزل على العباد بسبب أفعالهم، كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا تقرر هذا فإن وقوع المصيبة على العبد لا يعني نقصان درجة ذلك العبد، فإنه سبحانه قد يعطي أهل المعاصي بعض النعم استدراجا لهم من أجل أن يستمروا على معصيتهم، ولا يعني كمال حالهم. وقد يعاقب بعض أوليائه ببعض العقوبات من أجل مصلحتهم، إما ليكفر عنهم سيئاتهم، وإما ليرفع لهم درجاتهم، وإما ليختبرهم وليبتليهم، وإما ليمحص ما لديهم من المعاصي التي تمنعهم من الوصول إلى الدرجة العليا. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجعلته بينكم محرما، أي جعلت الظلم بينكم يا أيها العباد من المحرمات، والمراد بالمحرم ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، بحيث من أقدم عليه عد عاصيا واستحق العقوبة. والمراد بتحريم الظلم قد تواترت النصوص به وبيان عظم عقوبته وشناعتها في الدنيا والآخرة، قال تعالى فما للظالمين من نصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالمقصود أن الظلم من المحرمات، والظلم يدخل فيه معان. المعنى الأول ظلم العباد فيما بينهم بعضهم مع بعض بأخذ بعض العباد حقوق بعضهم الآخر، من مثل أخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو سفك دمائهم، فكل هذا مما يدخل في الظلم وهي من كبائر المحرمات. أما سفك الدم فهو ظلم، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهكذا الاعتداء على الأموال فإنه ظلم محرم في الشريعة، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان مسواكا أو عود أراك. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالظلم في الأعراض، بأن يتكلم الإنسان في عرض إخوانه ويسبا وقدحا، فهذا من المحرمات ومن المعاصي، وهو من الظلم الداخل في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام،
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. والنصوص في تحريم سب الآخرين كثيرة عديدة، إذا تكرر هذا فإن منع الإنسان مما هو حق له نوع من أنواع الظلم الذي يكون محرما بدلالة هذه النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا كل ذي حق حقه. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان في معاملته مع نفسه بأن يقدم على المعاصي والذنوب، فهذا ظلم من العبد لنفسه لأنه يريدها المهالك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك الظلم الأكبر الذي هو الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك يراد به صرف شيء من العبادة لغير الله، فمن صلى لأحد من الناس فهذا شرك، ومن حج لأحد من الناس أو من الخلق فهذا شرك، ومن دعا غير الله فهذا شرك، ومن نذر لغير الله فهذا شرك. والشرك ذنب عظيم كما جاء في هذه الآية، والله جل وعلا قد جعل أساس دعوة الأنبياء التحذير من الشرك وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأنبياء عليهم السلام إذا دعوا أقوامهم دعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله. والنصوص في هذا كثيرة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله فهو مشرك، يدخل في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك صرف العبادات لغير الله، ومنها عبادة الدعاء، فلا يجوز أن تدعو أحدا كائنا من كان إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد بين الله جل وعلا أن دعاء غير الله لا يستجاب وأنه ضلال، كما قال سبحانه: له دعوة الحق، يعني أن الله جل وعلا له الدعوة، الدعاء الذي يتوجه إليه هذا دعاء بحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالمقصود أن صرف الدعاء لغير الله جل وعلا شرك، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يدعو وليا أو نبيا أو ملكا، وإنما يدعو الله جل وعلا، فلا يقول: يا أيها الولي أغثني أو أطلب منك المدد يا فلان، وإنما يطلب ذلك من الله جل وعلا. ومن أنواع الظلم أيضا عدم إنفاذ أحكام الشريعة وعدم إيصال الحقوق الشرعية لأصحابها، فإن هذا ظلم لأنه منع لأصحاب الحقوق من حقوقهم. ومن أنواع الظلم أيضا الصد عن سبيل الله وجعل الناس يتركون سبيل الهدى،
وعدم إيصال صوت الحق لمن يستمع إليه ممن يريد الهداية ويرغب فيه، فإن هذا أيضا من أنواع الظلم. ثم قال في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أي كلكم ضال، أي كلكم سبيله ومرجعه إلى الضلالة إلا إذا هدى الله جل وعلا بعض العباد. هذا أحد التفسيرين أو الشروح في هذه اللفظة. والقول الثاني أن المراد به كلكم ليس على سبيل الهداية إلا إذا هداكم الله جل وعلا. فهل المراد باعتبار مآل الأمر أو المراد باعتبار بدايته؟ هذان قولان لأهل العلم. إذا تقرر هذا فإن قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، مثل قوله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى، ومثل قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الآية. فإن قال قائل: قد ورد في الحديث أن العباد يكونون مخلوقين على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى؟ فيقال: قوله كلكم ضال وما ماثله يعني أنه ليس لديه الهداية، وإن كان عنده القابلية للهداية وعنده قدرة على معرفة الهداية والحق. وأما قوله ما هذا معنى قوله كلكم ضال، يعني أنكم لا تولدون على الهداية وعلى المعرفة، وإنما تولدون على القابلية للخير والهدى، فعندكم قبول الإسلام موجود عندكم منذ ولادتكم، وعدم قبول الباطل موجود عند الإنسان بالفطرة. وأما قوله هنا: فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا مني الهداية من أجل أن أهديكم وأريكم الحق، وهذا سؤال عظيم وهو سؤال الهداية، ولذلك فإن المؤمنين يكررون هذا الدعاء في صلواتهم في كل ركعة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك على العبد أن يتوجه إلى ربه جل وعلا بسؤال الهداية والسداد والابتعاد عن الضلالة، فإنه لن يهتدي أحد إلا إذا هداه الله جل وعلا كما في هذا الحديث. وفي الحديث دلالة على أن الضلال والهداية هي بخلق الله وبتقديره، وإن كان جل وعلا لا يرضى عن ضلال من ضل ويرضى عن هداية من اهتدى. إذا تقرر هذا فإن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، فإن الهداية يراد بها معان متعددة في النصوص الشرعية، منها الهداية التي تكون في الأمور الدنيوية، ومنها هداية البهائم لما خلقت له، فهذا النوع يشترك فيه الجميع، بنو آدم والحيوانات. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، فهذه لله وحده،
وليست لأحد من الناس، وهي المنفية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فإن قال قائل ما الجمع بين قوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم مع قوله إنك لا تهدي من أحببت؟ قيل لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدل وتوضح الطريق، وأما قوله لا تهدي من أحببت يعني أنك لا توفق للهداية، وإنما هذا لله جل وعلا. فإذا كانت الهداية بيد الله جل وعلا توجه العباد إليه سبحانه وتعالى أن يهديهم للحق وأن يبعدهم عن الضلالة. وقد ورد في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا كانت قلوب العباد عند الله جل وعلا يتصرف فيها بما يشاء توجهنا إليه جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا الصراط المستقيم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. وقوله هنا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، الأرزاق بيد الله جل وعلا، هو المتصرف في أرزاق العباد، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو جل وعلا يقدر الرزق ويبسطه لمن يشاء، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا كان جل وعلا هو المتصرف في الأرزاق فحينئذ إذا أردنا شيئا من الرزق فإننا نتوجه إلى الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى فابتغوا عنده، ولذلك أمر الله جل وعلا بالتوجه إليه سبحانه بسؤال الرزق، كما قال جل وعلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فاسألوا الله من فضله. فنتوجه إلى الله جل وعلا بأن يكفينا أمر معاشنا وأرزاقنا. ودعاء الله جل وعلا سلاح عظيم النفع، قد جاءت النصوص ببيان أنه سلاح ماض وأنه نافذ بإذن الله عز وجل، وأنه سبحانه يجيب دعاء من دعاه، كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله هنا يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فيه دلالة على أن أمر الملابس وأمر الكسوة بيد الله جل وعلا، وأنه لا يتمكن أحد من جلب شيء من هذا إلا بقدر الله وإرادته وخلقه. وفيه توجه العبد إلى ربه جل وعلا فيسأله حوائجه، والله جل وعلا غني لا يحتاج إلينا، وهو سبحانه قد أمرنا بسؤاله ووعد السائلين برضا منه ووعد السائلين بإجابة دعائهم، ولا يرد دعاء العبد إلا بسبب منه. ولذلك من دعا فلم يستجب له فليعد إلى نفسه ولينظر لما لم يستجب لي، النقص فيني والملامة علي، فإن الله كريم قادر رحيم، وهو جل وعلا وعد الداعين بإجابة الدعاء، لكنه جعل لإجابة الدعاء أسبابا وجعل لها موانع، فلما لم يجب دعائي لابد أن عندي مانع من الموانع، فسأعود إلى نفسي وأتفقدها، ما هو المانع الذي لدي وما هو السبب إجابة الدعاء الذي ليس عندي. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.